اوبا التحضيرات جميلة والغزلان يا عين عليكم يا مش غزلان. الاقلام تنظفهم منيح. اهم اشي تغسل الكلمارة يكون نظيف نظيف يا حبيبة عليه لما يكون نظيف. يا سلام يا سروس، يا سلام يا سلام، وهتشوفوا احلى زبدية كلمارة يا حلاوة. اوبا قفطنا انا لقيت ايش الغزلان كبير تبناهن نغطيهن. نحن مخلصين ايش البصل والثوم البندورة شيء فاخر على الاخر، ولعنا النارات حلوسنا البصلة. تعال نشوف هذا البندورة يا علاء قبل البندورة كريم منور. انا عندنا ايش بصل مع شوية سيرة، بعدين عندك فلفل تومي وحرك كثير. طبعا هذه زبادي الكلمارة، راح ايش نعمل كلمارة، لكن اهم شيء حط البندورة. لقيت وين البندورة؟ يلا يا مروش مري بندور. ايوه حط البندور. يا سلام بعد ما تتبل البندوره غطيها غطيها ووطي لنا راسها. وطي الغاز على وطي الغاز وطي لنا راسها. ايوه يلا غطي لي اياها وسيبها تتبل براحتها. بسم الله بسم الله. يا سلام دقتها دقت ايدك يا اخوي، لا تقول حارق ولا محرق. بسم الله عليك يا المحرق. قال اليو حرقني حرقني يا اخوي حرق. يا سلام بسم الله يا عمي. حطوا كم بزياده ليش؟ عشان ما تقولش ايش سيء. لا والحرق هوبا. يا سلام يا سلام يا سلام، ما احلى الكلام. يا سلام ايش الدقة كبير الدقة كبير الدقة يا ابو شعب. يا اخي ده حد دق يعني. الله يا طاطا راح تاكل صوابعك وراه. اوعك يا طاطا. حبها. واللي بحب الدقة يرفع ايده لفوق، واللي بحب الشطة يجي عند عمو علوش. يا عيني عليك ويا كبار البلد، واحنا كبار البلد. وينك وينك يا شابر وينك؟ وينك يا جابر وينك يا فداء؟ والله يا محمود الحسنات راحت عليك يا كبير. وين في طاطا؟ غزلان غزلان. وين في طاطا يعرف انه في ايش؟ في كباب في لحمة في كل شيء. طبعا من خلف الكواليس طبعا عمو طاطا بصورنا. ما يقولوش بس علوش ومروش موجودين. كريم بابا اي موجود ورا كريم يابا عن طلع عن كل الدنيا بركة كبير كبير. جيت اللي بدي احط لكم الكلمار على الغاز وبطاطا. ايوه طبعا هدول بعد ما نفنهم في السلفان راح ناخذهم على وين؟ على النار على الشوي. لكن خلينا نشوف كيف احماتهم. يلا انا البهارات بترش الشيك عشان الهواء. كزبره حط سمك طبق سمك حط كزبره. انت كان بهار زبادي ملح 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 الطعام ملح ملح يا كبير. سمك بهار سمك يعني كله بقيمة ايش؟ نص معلقة. فلفل اسمر فلفل اسمر قليل يعني نص معلقة احنا قلنا
حب هين مطحون يعني اشي بسيط وحلو. كمون حطيت كمون. كمون هو الاهم. الكمون المهم هو سر الطبخة. قال لك حط كمون لما تقول قرفة. انا بحبوش لكن قرنفل. قرنفل ذرة قرنفل يا ناس ذرة بسيطة وقرفة ريحة قرفة. اجا طاطا وسلقنا كلامارا ودير يا كبير دير 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 يا عيني يا عيني يا عيني. طب حط لي مين على الريحه. سلم ايديك يا كبير سلم ايديك. طبعا كلامارا هذه بير علوش بير يا حبيب مره واحده جايبين معنا كثير ايش فارق غيران بده كمان معلقه. اه تاكل حوابعك وراهم. لا بدنا ناكل بندوره وبس. لا بدنا ناكل كلامارا. احنا بدنا ناكل ايش؟ كلامارا يعني قلام يعني ايش؟ طاقه نوويه يعني فسفور. وغطيها كبير غطيها عشان ناكل صوابعنا ونقول يا ذكر الله. شوي 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 احلى مش انك تسيب على نار هادية. الملعون الرم قفات يا ناكل خاطر نطلع ثلاثة ونخلي ثلاثة في النار مسلوق. هذا تعرف ايش عن سفان يعمل بخار النار اللي فيه خلص استوى دخل. وهذا بدك سلام انت وصار كله جاهزك. تعال شوف تعال شوف كله جاهز. تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف يا سلام. ايوه يا سلام يا سلام. اي عم محمود الحسن الخطيه شكرا. يا سلام هنا الزبادي وهنا الغزلان. اها وهيك رح ناكل. وقولونا صحه وعافيه على قلوبكم. زبادي بالسلفان وايش مرتب مشوي نار وعندك كلامارا زبادي ما بدها الا ايش. والله حرام ناكل بخبز. انه لذيذ. سلام.